ليالي سنين بدات بخزرة عين فرح قلبي لحزين حسين روحي تموت عليه من نسمة تغير عليه يطلب عمري نعطيه أنا حبيب خطوة وراه مشيت يا ما غدره خبيت كتمت في قلبي وما حكيت سنين صبرت عليه أنا بحيت تعال نفرح كيف نراه ونسرح في عيني نتفكر غدر سنين تتحير الدمعات يا عيني ما تبكيش ما تبكيش علي خاصة إنها تضغط عليه باش يطلق مرته. هل تتمسك داليا بزوجها؟ تابعوا الحلقة الرابعة من يوميات امرأة. حكاية ليها سنين بدات بخزرة عين فرح قلبي لحزين حسين روحي تموت عليه من نسمة تغير عليه يطلب عمري نعطيه أنا حبيب بحيت سنين معاه يا ما سهرت الليل بالضحكة لستناه دوب الشمعة وما يجيش بتحير الدمعات يا عيني ما تبكي تبكيش علي اليوم أنا لازم ننسى جرحي الكبير إفراق هو دوام ومهما يصير نكوي صفحة الهوام اليوم حزين خطوة يضحك الفرحة والآه في كل خطوة وراه مشيت
حبيت كتمت في قلبي وما حكيت سنين صبرت عليه انا بحيت.